أقر وأعترف على طول. ماشي أقر وأعترف مع الكابتن هادي خشبة. كابتن هادي خشبة، تقر وتعترف إنك زعلت من رفض كابتن صالح سليم عرض احترافك في أوروبا؟ فرحت. فرحت؟ ده بجد؟ أه طبعًا، النادي الأهلي اتمسك بيا. وأنا ما كانش عندي الرغبة إن أنا أمشي أصلًا. يعني فكرة كان عرض منين؟ من نادي في هولندا، اس بي في في هولندا. بي اس في. بي اس في في هولندا. وانا بالنسبه لي يعني انتمائي للنادي الاهلي كانت اكبر من انت رايح من وعايز يقول لك لا. ايه؟ رايح وعايز يقول لك لا. انا رايح يعني اقول اللي اتقال لي. يا جماعه احنا عايزينكم وبتاع وكده، فبقول له الناس عايزيني. فقال لي لا. قلت انا مشيت، كنت في مكتبه اللي هو جنب سينما علي بابا، فاكر المكتب بتاع الكابتن صالح؟ طبعا في شارع 26. ايوه كان يقول لك في ملاء ابو العلا. ايوه كان مسميه كده. فتروح بقى الواجهه والشياكه بتاعت الكابتن صالح سليم. وايه بقى كلمته حازمه، احنا عايزينكم معانا. فانا طالع مبسوط اصلا. وهادي ووليد. وليد برضه مبسوط. كابتن هادي خشبة، الكرة تعترف انك ما نجحتش مع منتخب مصر وان جيلكم فشل في تحقيق اي انجاز؟ لا ابدا، انا لعبت مع منتخب مصر، سواء على منتخب خدنا بطوله افريقيا للناشئين، لعبنا كاس عالم ناشئين، لعبنا دوري اولمبيه، لعبت اربع بطولات افريقيا. نعم. يعني ما حصلناش بقى ان احنا وصلنا لحاجه في الفتره دي، لكن ما كانش الاعداد زي دلوقتي. ما كانش التركيز زي دلوقتي. تقر وتعترف انك رفضت عرض للعب في الزمالك؟ لا، الزمالك كانش يفكر فيا ابدا خالص. ازاي ما حصلش؟ ما حصلش، هو ما فكروش فيا اصلا. يعني يفكروا فيا ازاي؟ يعني واحد مصبوغ بصبغه النادي الاهلي واسرته، كان محمد توفيق خشبه الله يرحمه كان وكيل النادي الاهلي طبعاً. والدي وكل العيله يعني، وانا بلعب في نادي الاهلي. مش عيله خشبه مش اهلاوي؟ لا مفيش. ممنوع، ما يحصلش. فاصلا ما فكروش. لا، مين هيفكر يعني؟ ما حصلش. لا لا خالص. ما حصلش خالص. طيب حلو. تقر وتعترف ان حسام عاشور خطف مكانك في التشكيل الاساسي النادي الاهلي؟ حسام عاشور طبعا جزء. حسام كان طالع وبيتمرن كويس وشغل ومشي مع مانويل جوزيه بشكل كويس. نعم. وما شاء الله يعني لعيب مميز. تقر وتعترف انك اعتزلت في سن مبكر لشعورك انك مش هيكون لك دور في النادي الاهلي؟ كان عندك كام سنه؟ لا 33. صغير ده. انا اللي رحت لمانويل جوزيه كان بعد، كان ماتش في تونس تقريبا، خلصنا الماتش وقلت له انا عايزك، كنا في الاتوبيس. قلت له انا عايز ابطل. فقال لي ليه؟ قلت له لا انا كده تمام قوي. قال لي بجد والله؟ قال لي خلاص. انا يعجبني كلامك ده وانا موافق على كده. فوجئت بموافقته؟ لا يعني انا كنت فعلا رايح وعايز تبطل. انا كنت في الملعب في اخر سنه. انا جالي رباط صليبي، رحت عملت عمليه في المانيا ورجعت ولعبت معاه اخر سنه. بس ما كنتش بلعب بقى، بشارك بكتير. ايوه. كنت بقى كابتن فرقه ومسيطر واللعيبه بتحبني، وكان جوزيه بيحبني وعامل حاله كويسه جدا. كنت بلعب برده عدد ماتشات قليل وبتاع. بس انا بقى ايه يعني، نداء الجسد يعني. فعلا تعبت بقى. انا كابتن شوبير، انا بلعب من 16 سنه لغايه يعني 33 سنة. 17 سنة ما عادش احتياطي. يعني الا نادرا يعني. فطبعا كان على منتخبات الناشئين للفريق الاول للنادي الاهلي. تعبت. نداء الجسد حلو. قالها زيدان هو بيعترف. قالها زيدان. نعم. تقر وتعترف انك خذلت صاحب عمرك وليد صلاح الدين بعدم الاستعانه بيه في العمل داخل النادي الاهلي لما كنت مسؤول وليك هيلمان داخل النادي الاهلي؟ وانا لما كنت مسؤول جوه النادي الاهلي ما كانش قرار فردي في اي حاجه خالص. نعم. كان القرار دايما رشحته؟ طبعا. يعني دايما كنت وليد، لان انا عارف كفاءته. مسمي هادي. ودي اكبر كفاءه. لا هو كفاءه وليد. وانا زعلت منه يعني، زعلت من وليد، لان وليد انا كنت من اول يوم كنت بقول له وليد انت لازم تخش الاداره الفنيه. تبقى مدير فني. تشتغل عينه في الملعب عاليه جدا يعني. سواء هو لاعب او هو محلل كمان، محلل بيمتعني. فهو برضو الحته دي، التجربه دي كان خايف ياخدها شويه. وكان عايز شويه يروح الاعلام والتحليل والقصه دي وحته الاداره. قلت له وليد انت هتبدع لو انت مدرب. ما سمعش الكلام. بس هو ناجح دلوقتي طبعا. هو ناجح، محلل عبقري. لا بيعرف السؤال قبل ما نقوله. طبعا. تقر وتعترف انك كنت فتى المدلل للكابتن حسن حمدي؟ لا اقر واعترف طبعا. تقر وتعترف طبعا. وليه افضال عليا كبيره جدا في ان انا اتعلم الاداره اصلا. حسن حمدي، كابتن حسن كان انا كنت بدخل معاهم مثلا غير لجنه الكوره، كنت احيانا بدخل اجتماعات مجلس الاداره عشان اعرض قرارات لجنه الكوره. كنت انا اللي بعرضها. نعم.
فما بعرضها على المجلس، المجلس برضو مش ما عندهمش استيعاب قوي بكل نظام الكوره يعني. فكنت اتكلم فيجي حد من المجلس مثلا هيعلق في حاجه، يروح الكابتن حسن داخل هو القرار كذا كذا كذا، فالناس يقفل الموضوع. متبنيك تماما. ايه؟ متبنيك تماما. يعني كان بيساندني ودايما كان يقول ايه هادي اللي بيشغلنا شويه يعني ايه يعني والله. او عفوا في الكلمه يعني قال كده يعني ان بحضر لهم شغل الاجتماعات بشكل كويس. كنت قال عندي في البرنامج في محاضر مجالس ادارات وكل الشغل من الاكاديميه للفريق الاول كلها مترتبه كاوراق بشكل رسمي. يا كابتن حسن ده قمه كبيره طبعا يعني. تقر تعترف ان محمد يوسف هو اللي افسد علاقتك بالمهندس محمود طاهر؟ هو كان مش افسد علاقتي، انا علاقتي بالمهندس محمود طاهر ما كانش فيه اي خلاف في اي حاجه، لكن هو يعني اسرع بقرار ان احنا نمشي من النادي. الموقف اللي عمله الكابتن محمد يوسف اسرع يعني. انتوا كده كده كنتوا هتمشوا؟ طبعا والله، لان طبعا المهندس محمود طاهر جاي واحنا قعدنا معاه حوالي شهر ونص شهرين. كنت انا وسيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف. مظبوط. كنت انا مدير الرياضي وسيد مدير كوره ومحمد يوسف كده، وجدنا بطوله افريقيا وكذا ورحنا كاس عالم يعني. عملنا انجازات كتيره، فما كانش في اي قرار يستدعي ان احنا نمشي. المهندس محمود طاهر كان بيجي يقف معانا احنا انتوا مكملين، رغم ان احنا عارفين ان ان ان, إن, إن هو عايز يجيب دماء جديده. نعم. بطبيعه الحال. نعم. فيوسف كان دخل مداخله مع كابتن احمد. نعم. شوبير. والله لا. طب احكي لك بقى. احكي لك وتسال في ده ناس هقول لك عليهم دلوقتي يعني. انه لما قالوا لي في الاعداد الكابتن محمد يوسف هيعمل مداخله، كان ساعتها الحاج محمد ابو وهاب راح الكوره. ايوه راح القصه والحدوته. وقالوا لي شايط وعايز ادخل، قلت لهم قولوا له شوبير بيقول لك ما تدخلش رغم انه سبق كبير بالنسبه لي. فقالوا لي الكابتن محمد يوسف مصمم يعمل مداخله معاك. قلت لهم قولوا له لو سمحت. وانت بتحبه جدا. قلت لهم لو سمحت ما تعملش مداخله وخليني بس انا هطلع فاصل وهكلمه في التليفون. فقالوا لي لو ما عملش معاك مداخله هيعمل مداخله برنامج تاني. قلت لهم هاتوا. هو كان زعلان جدا الكابتن محمد يوسف، هو مدرب جميل جدا ومدرب هايل. كان زعلان جدا ان بيحصل جوه الفريق تجاهل وابتدى يتفاوضوا معاه. طب هو مش لسه اما يشوف مين عايز يجدد لمين وما يجددش لمين. فطلع قال الكلمتين دول. فمهندس محمود طاهر جابني في مجلس الاداره. وقال لي يا هادي يعني حصل كذا 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 من كابتن محمد يوسف، فانت مسؤول عن سيد عبد الحفيظ وهو مسؤول كرئيس جهاز على محمد يوسف. فالمجلس خد قرار ان انتم مش موجودين معانا كلكم كلكم. فقلت له ده قرار مجلس وانا بحترمه. بس قال لي طب ممكن تبلغهم. فقلت له لا الحته دي لا ما ينفعش. ما يصحش. قلت له الافضل ان حضرتك اجيب الكابتن محمد يوسف الكابتن سعد عبد الحفيظ وتقول له ونقعد اجتماع معاهم وحضرتك تبلغهم بنفسك عشان طيب. عشان ما ينفعش ابلغهم ان انتوا مش موجودين كناس مسؤوله. نعم. ويمشوا من غير ما مجلس اداره حتى يشكرهم على الفتره. نعم. اللي فاتت. وفعلا قال لي لا ده كلام مظبوط وجبناهم واتكلمنا معاهم ومشينا. احنا ولاد النادي الاهلي المجلس ببساطه ما حصلش مشاكل. لا بقى. احنا انا عندي قناعه ان اي مجلس جديد عايز يجيب الناس بتوعه اللي هو شايف ان هم الاولى في اداره الكده واحنا نمشي ما يزعلش مشكله خالص. اخر سؤال، تقر وتعترف انك نادم على تجربه العمل في نادي بيراميدز؟ لا مش نادم. مش نادم. مش نادم. لان انا كنت شغال اصلا في النادي. كنت شغال في الاسيوطي، ما كنتش شغال في النادي الاهلي. كان اسيوطي. كنت شغال. وبعدين لما بعدين لما النادي اتباع لنادي بيراميدز. هم اوريدي بالتبعيه كل اللعيبه راحت وكل الجهاز راح وهم قالوا لي احنا عايزينك معانا. فكملت. فانا كملت. وما كانش يعني انا ماليش علاقه بالصراعات اللي كانت. نعم. بتدار على السوشيال ميديا. السرعات العاليه اللي فوق. انا ما كنتش مركز في دي اصلا. فده انا كنت موجود وكملت. والنادي لغايه دلوقتي اصلا مكمل. فما فيش حاجه اصلا يعني. نعم.